من أدرك والديه عند كبرهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله، من؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. فقوله صلى الله عليه وسلم رغم من الرغام بفتح الراء التراب، ومعناه في الأصل التصق أنفه بالتراب، ثم صار كناية عن الذل والعجز عن الانتصاف. كرر العبارة 3 مرات للتنفير والزجر عما يذكر بعده من قبيح الفعل. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أو أحدهما خص هذا الوقت بالذكر لاحتياجهما إلى ولدهما أكثر مما سبق. وقوله صلى الله عليه وسلم فدخل النار أي استحق دخول النار، لأنه مات عاقا لوالديه أو أحدهما ولم يتب من ذلك الذنب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.